أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منشأة الصحافة ورصد لاهتمامات كبريات الصحف المحلية والعالمية. يرافقنا للقراءة والتحليل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قيس الأسطرحي. بك معنا أستاذ قيس في هذه الحلقة. أهلا علاء. أهلا بك. ومشاهدين نبدأ بأهم ما تم تداوله في الصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. الصحافة المحلية اهتمت بجلسة مجلس الأمة التي شهدت استجوابين، ونبدأ تصفحهما بهذا الخبر من صحيفة القبس التي تناولت إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تقدم 10 نواب بطلب طرح ثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح خلال استجواب النائب رياض العدساني له. في أسياق ذاته كتبت صحيفة الكويتية هذا المنشيت: بوشهري تعلن استقالتها أمام الأمة واستجواب وزير الداخلية بجلسة علنية. صحيفة الجريدة عنونت استجواب الطبطبائي للجنان ينتهي بطرح الثقة والخميس التصويت على الطلب والوزيرة تعلن استقالتها من المنصة. أستاذ قيس أبدأ معك بهذا الخبر. إذن ممارسة ديمقراطية بالأمس شهدتها قاعة عبد الله السلام تعزز لي الديمقراطية الكويتية، كيف تعلق عليها؟ يعني بالنهاية ما حدث أمس أمر طبيعي جدا في أي دولة يعني ديمقراطية. بالنهاية في نصوص موجودة بالدستور تنص على أن يحق للنائب تقديم استجواب لأي وزير إن كان بالمواضيع المتعلقة في الأمور التي تخص وزارته. وأعتقد أن أمس كان الحديث فيما يتعلق في وزارة الأشغال في أمور الطرق، وهذه أمور من يعني مسؤولياتها الدستورية، فبالتالي ما حدث. وأيضا بالنسبة لوزير الداخلية، أنا أعتقد أن ما حدث أمس طبيعي جدا، يجب أن نعتاد عليه ببلد مثل الكويت. أصلا في ممارسات سابقة منذ الستينات والسبعينات تتعلق باستجوابات وطرح الثقة، وأيضا طرح عدم التعاون مع رؤساء الوزراء، فبالتالي ما حدث يعني أمر طبيعي. أيضا على السادة الوزراء أن يدركوا أنه في حال قبولهم بالحقائب الوزارية أن هناك يعني أمور تأتي مع الحقائب الوزارية، وهي حق أعضاء مجلس الأمة أكانوا مجموعة أو عضو منفرد تقديم استجوابات لهؤلاء الوزراء. ويجب أن يدرك أي وزير يتولى الحقيبة الوزارية أن في إطار الحياة الديمقراطية ممكن أن يعني توجه له الأسئلة وأن توجه له الاستجوابات، والاستجواب هو طبعا سؤال مغلق، وأن قد تنتهي بأن يرتئي أعضاء مجلس الأمة أغلبيتهم أن يعني ممكن أن تطرح الثقة في الوزير. الأمور ليست شخصية، هو يحتل وظيفة عامة ويجب أن يتقبل جميع الآراء التي تقدم له بما فيها طرح الثقة، ليس بشخصه بل بنهجه الوزاري، في أدائه، في خلل يتعلق بوزارته. فأنا أعتقد اللي حصل أمس طبيعي جدا، ويجب أن تعتاد عليه يعني جميع القوى السياسية وأيضا الوزراء على حد سواء. فأعتقد أنه أمر طبيعي. في خبر آخر ننتقل فيه إلى صحيفة الأنباء: اللائحة الداخلية الجديدة للبلد 12 مادة مستحدثة و21 معدلة، تتكون من 95 مادة، والمجلس قرر إحالتها إلى الفتوى والتشريع للمراجعة، وتمنع اشتراك العضو في أكثر من لجنتين. في صحيفة السياسة نقرأ هذا المنشيت: محكمة التمييز توقف حكم السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة. وخبر آخر في صحيفة النهار حول إعلان ديوان المحاسبة الكويتي فوزه بالمركز الأول في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دورته المنعقدة في الدوحة بحصوله على 13 صوتا من أصل 16 صوتا. صحيفة الرأي تناولت هذا المنشيت الرياضي: خليجي 24 في قطر كامل النصاب. أنباء عن طلب تقدمت به اتحادات السعودية والإمارات والبحرين في كرة القدم للمشاركة. نتحدث عن خبر رياضي هنا واكتمال النصاب ل 24 في قطر، هل له بعد سياسي في حلحلة للأزمة الخليجية؟ نأمل وندعو الله أن تكون يعني الدورة الخليجية فاتحة لعودة العلاقات يعني بين الدول الخليجية. أنا أتصور أن وصلنا إلى مرحلة يجب أن يكون لنا خصوصا بالكويت موقف أكثر تقدما في هذا الموضوع. يعني يجب أن يدرك الجميع أننا جميعا نخسر في هذه العملية.
الخليج إذا كان مفترق يعني إذا كان متفرق راح تفرض علينا أمور من دول سواء قريبة أو بعيدة، تفرض علينا مشتريات أسلحة، تفرض علينا أشياء كثيرة لسبب أن كوننا نحن يعني مختلفين. لكن في حال اتفق يعني دول مجلس التعاون فيما بينهم، أعتقد أن هذه الدول ستكون أكثر مناعة، راح يكون عندها قوة تفاوضية جيدة، راح يكون نعم بعض الاختلافات موجودة وهذا شيء طبيعي بالسياسة، لكن الاتفاق على أن الجغرافيا لن تتغير، نحن موجودين بجانب بعض، نحن تربطنا أواصر يعني الأهل والقربة والدين واللغة وأشياء كثيرة. نعم هناك بعض الأمور اللي قد تفرق، ولكنها يجب ألا يعني تصل بنا إلى مرحلة القطيعة. نحن نراهن على الدورة الخليجية ونأمل من الله أن يعي الجميع أن استمرار هذا الخلاف يكلفنا كثيرا على جميع الأصعدة، على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي. يعني أنا قاعد أتخيل شخص لديه أقارب من هذه الدولة أو تلك، يجب أن يذهب في أكثر من طيارة وفي ساعات قد تصل إلى يوم كامل، وهو يستطيع أن يذهب من مكان إلى مكان خلال ساعة بالسيارة. لا. جميع هذه الأمور يجب أن ينظر إليها بشيء من الحكمة، ونحن نراهن أيضا على حكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح أطال الله في عمره في هذه العملية بالذات، كونه يعني يعتبر أب ليس للكويتيين فقط، كثير من الخليجيين يعتبرون، وأنا قيلت لي يعني أنه يقيلت لي يعني من قطريين من سعوديين من إن نحن نعتبر أيضا أن الشيخ صباح أب لنا، فبالتالي نحن نراهن على حكمة الشيخ صباح في احتواء هذا الموضوع، ونأمل أن تكون دورة الخليج إن شاء الله فاتحة خير. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. في المنشط الدولي تطالعنا الاندبندنت بهذا العنوان: صوت صفارات الانذار في تل أبيب بعد اغتيال إسرائيل لزعيم الجهاد الإسلامي في غزة، تأتي الضربات الجوية في وقت متوتر سياسيا بالنسبة لإسرائيل، حيث يقود نتنياهو حكومة انتقالية بين أو بعد انتخابين غير حاسمين. وتضيف الصحيفة: في حين رحب الكثيرون في إسرائيل بالعملية، اتهم بعض المعارضين السياسيين نتنياهو باستخدام الهجوم على غزة لكسب الدعم وإنقاذ جلده بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية واسعة. صحيفة لوموند عنونت هذا الحدث بما يلي: خطر اندلاع حريق في غزة بعد وفاة قائد فلسطيني. وتشير الصحيفة إلى أنه لعدة أسابيع لم يتوقف الجيش الإسرائيلي عن إثارة الاسم بهاء أبو العطا القائد المحلي لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، والبالغ من العمر 42 عاما قتل في غارة جوية في منزله مع زوجته في الطابق الأرضي من مبنى مكون من 3 طوابق في حي أشجاعية. وتفيد لوموند مضيفة أنه في اليوم نفسه استهدفت غارة أكرم عجوري القائد السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق. وقالت حماس من جانبها أنها مصممة على عدم السماح للهجوم الإسرائيلي بالإفلات من العقابات من العقاب والاغتيالات المستهدفة، هي خط أحمر لجميع الفصائل الفلسطينية. بالأمس إسماعيل هنية قال أن الجرائم الإسرائيلية الآن مع اغتيال قياديين في حركة الجهاد الإسلامي تأتي في وقت يقوم البيت الفلسطيني بجمع أوراقه وترتيب صفوفه من جديد. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ يعني أنا فعلا أعتقد، وسبق أن ذكرتها أكثر من مرة، أول يعني إذا كان هناك خارطة طريق لعودة يعني القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث على مستوى العالم العربي، لأنها للأسف تراجعت بالسنوات الأخيرة عقب أحداث يعني اللي صارت في يعني ما يسمى الربيع العربي، أنا أعتقد أن لملمت الفصائل الفلسطينية داخل مكون يعني مكون واحد داخل يعني مجلس وزراء داخل يعني داخل وحدة فلسطينية. أنا أعتقد أن بداية أي خارطة طريق تبدأ بعودة الفصائل الفلسطينية للاجتماع والاتفاق على ما يمكن هذا. للأسف القضية الفلسطينية، وأنا أقولها للأسف مع حبنا، تعرفين إحنا من الناس بالكويت اللي تربينا على القضية الفلسطينية، لكن أنا أعتقد المشكلة بالفصائل الفلسطينية ابتداء من نفسها. هذا يعني الخلاف المستمر منذ 30 أو 40 سنة بين الفصائل الفلسطينية هو اللي قاعد يستقل من دول كثيرة، سواء من العالم الإسلامي وحتى العالم العربي أو من العالم بشكل عام. أنا أعتقد أن بداية أي رد على البلطجة الإسرائيلية
وأنا أعني كلمة البلطجة الإسرائيلية، لأنه يفترض أن الدول لا تمارس البلطجة، ولكن إسرائيل تمارس البلطجة، تمارس القتل، تمارس القتل الجماعي، تمارس جميع أنواع التعذيب والتنكيل والتشريد. أنا أعتقد أن بداية مقاومة إسرائيل تنبع من الداخل الفلسطيني، بأن يتوحد الداخل الفلسطيني على قضيته المركزية. هذه الوحدة ستعيد للعالم العربي والعالم الإسلامي، ستعيد يعني أوتوماتيكيا أن تكون هذه القضية هي قضية الصدارة على مستوى العالم العربي. أنا أعتقد أن الفلسطينيين مطالبين للرد على هذه الجرائم الإسرائيلية بالتوحد وبنسيان الخلافات، يعني حركة حماس، حركة فتح، كل هذه الحركات الكبيرة على مستوى القيادة الفلسطينية مطالبة بالجلوس. الآن الأمر الآخر واضح، أن إسرائيل تدرك أن ليس هناك أي عواقب على هذه العمليات، تدرك أن العالم مشغول في أماكن أخرى، تدرك أن العالم جزء منه متوجه صوب أحداث في سوريا، الأحداث في اليمن، الأحداث مثلا في لبنان، الأحداث في أماكن كثيرة، وللأسف كلها في عالمنا العربي. هذا الدم الذي قاعد يراق هو دم عزيز علينا، غالي علينا، وإحنا نأسف أن نرى يعني هذا الدم منشور كذي في الشوارع وفي الساحات، والدم الآخر يعني أو الحالات الأخرى قاعد تصير حالات غرق في البحر الأبيض المتوسط لكثير من الشباب والبنات، الشابات العرب اللي يحاولون ينتقلون من الدول العربية إلى دول أوروبا. كل هذه الأمور يجب أن تبدأ في مكان ما، وأنا أعتقد أن القضية الفلسطينية يجب تكون في الصدارة بعد 70 أو يعني 70 ما يقارب 70 سنة من عقب ما يقارب 40 قرار مجلس أمن دولي لم تكترث فيهم إسرائيل. كل هذه القضايا تحتم علينا أن تكون أول شيء خارطة الطريق لملمة الفصائل الفلسطينية داخل البلد. ولكن دعني أركز يعني على نقطة، كنت قد تحدثت بأنه لا بد من عودة الفصائل الفلسطينية المسلحة للحوار على طاولة واحدة. الآن هناك تنسيق عسكري للرد على عملية الاغتيال الإسرائيلية للقياديين في حركة الجهاد الإسلامي. نستطيع أن نقول بأن الأجواء التي سادت في الفترة الأخيرة للتهيئة للانتخابات التشريعية القادمة، وأيضا التنسيق العسكري الذي تحدثت عنه، ربما سيؤدي إلى تسريع في عملية إعادة ترتيب الصفوف والوصول إلى اتفاق سريع. يعني نحن نأمل ذلك، ولكن الممارسات على المدى 20 سنة اللي طافت بالذات يعني يوم مر ويوم حلو داخل هذه الغيرة. للأمانة يعني هذه ليست أول مرة يعلن فيها عن اتفاق، ما هو سبق أن أجريت انتخابات لأكثر من مرة، وسبق أن تم الإعلان عن توافق ما في مكان ما، لكن للأسف كلها محاولات يعني يدخل في طرف ثالث على الخط ويبدأ بنبش يعني الأمور القبور القديمة وإلى آخر هذه الأمور، فبالتالي يجري الخلاف مرة ثانية ويظهر على السطح. نحن نأمل، نحن يعني ندعو الله أن تكون هذه القيادات الفلسطينية على مستوى الحدث، وأن تدرك أن من مهامها هي الحفاظ على الدم الفلسطيني. نعم هناك دول عربية عليها مسؤولية، نعم كلنا مطالبين بالحفاظ على الدم الفلسطيني، مطالبين بالحفاظ على القدس، ونحن نعلم ما هي القدس بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي، لكن أنا أعتقد أن الفلسطينيين، الفصائل الفلسطينية تحديدا، هي المطالبة بالدرجة الأولى للقيام في ذلك، لوضع خارطة الطريق في هذا الأمر. نعم كلنا مسؤولين، ولكن القيادة الفلسطينية مطالبة بعمل أمثولة. هل اتفقوا؟ نأمل أن يستمر هذا الاتفاق. ما نخاف منه أن بعد سنة أو ستة شهور أو سنتين نرجع مرة ثانية للخلافات السابقة. هذا ما نقوله. في خبر آخر، أردوغان: أمريكا لم تلتزم بوقف إطلاق النار في سوريا، عنوان أبرزته صحيفة الراي الأردنية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أنه سيبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تقدم مزيدا من الخطوات لتطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار توصل إليه لإنهاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. وأبلغ أردوغان الصحفيين وهو يستعد للمغادرة لواشنطن أنه سيبلغ ترامب بالوثائق أن الاتفاق الذي توصل إليه حول العملية لم يتم تطبيقه بشكل كامل.
كما تعلم بأن العلاقات التركية الأمريكية في الفترة الأخيرة ليست على أفضل حال، يعني خاصة هناك مواضيع معقدة، نتحدث عن المنطقة الآمنة، نتحدث عن صواريخ S-400، نتحدث عن جماعة الخدمة، وأيضا موضوع العقوبات الاقتصادية. ما الذي ستأتي به هذه القمة؟ ودعنا نركز على المنطقة الآمنة كونها هي لب الخلاف ما بين تركيا والولايات المتحدة. ابتداء هذه أول قمة تعقد بعد أن استخدم الرئيس ترامب كلمة أحمق في خطابه مع أردوغان، وهذه كانت سابقة، يعني سابقة عجيبة غريبة، ولكن يعني هذا هو الرئيس ترامب، يعني الكاركتر ماله بطريقة هذه. أنا أتصور القضايا نعم مطروحة، القضايا يعني الشمال السوري هو من يحتمل واجهة الأحداث في هذه الأيام، قصد ماذا يجري في شمال سوريا، الملف الكردي، والسبق أن تحدثنا على هذه الطاولة الصغيرة أن الآن انتهت إلى حد كبير القضية السورية كقضية سورية، وبدأ ملف القضية الكردية داخل القضية السورية، بمعنى أن ابتدأنا بالملف الكردي، هذا ما يطيل أمد الأزمة السورية، وهذا يعني ملف معقد جدا، هو موجود على الطاولة منذ اتفاقية سايكس بيكو في العام 1920 أو إلى 21 حسب ما أذكر. هذه القضية لا تمس سوريا، تمس تركيا، تمس العراق، تمس إيران، كل هذه قضية إقليمية، قضية إقليمية معقدة صار لها ما يقارب 100 عام. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الملف الكردي للدخول إلى القضية السورية لإحداث نوع من أنواع التوازن الاستراتيجي والوجود داخل هذه المنطقة، على اعتبار أن الند الآخر هي روسيا الاتحادية موجودة ومتمكنة جدا من هذا الملف، فقامت بدعم الحركات الكردية على خلاف الرغبة التركية الكردية، على خلاف الرغبة التركية، وقامت بدعم عسكري للمجموعات المسلحة الكردية. الآن الولايات المتحدة أراد الرئيس ترامب أن يعني أن يخرج من هذا الموضوع وترك الأكراد يعني إلى 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 مصيرهم، لكن واضح أن صارت عليه ضغوطات من داخل الإدارة الأمريكية أن هذا الخروج بعد يعني موقفه بالخليج وتراجع نسبي أمام إيران. وبالتالي هل هذه القمة ستأتي بحلحلة للعلاقات التركية والأمريكية؟ أنا أعتقد أنها لن تأتي بحل جذري، وخصوصا أن هناك ملفات أخرى. خلينا نذكر بس على عجالة ملف فتح الله جولن، ملف دعوة جماعة الخدمة، نعم، دعوة مظلوم كوباني إلى واشنطن، ومظلوم كوباني وقائد الحركات الكردية العسكرية داخل الشمال السوري. خلينا أيضا نذكر تعليق ملف F-35، وهو ملف مهم جدا 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 بالنسبة للرئيس أردوغان. نحن نعلم أن عندما قامت تركيا باستجلاب S-400 كمنظومة دفاع جوي من روسيا الاتحادية، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق عملية الطائرة F-35. نحن نعلم أن الجيش التركي بحاجة إلى هذه الطائرات كونها الطائرات الأكثر تطورا على مستوى العالم. أنا أعتقد أن الرئيس أردوغان يذهب إلى أمريكا تحت سلاح هو يعتبره الأقوى بالنسبة له. هو استخدم قبل سنة مصطلح جدار الأناضول، وهو يريد أن يرسل رسالة في إشارة إلى نحن خط الدفاع الأول في حال عادة الحرب البائدة، آسف الحرب الباردة، ونحن نشاهد أجواء حرب باردة موجودة. فأعتقد أنه يريد يرسل رسالة أن أنا الصد الأول أمام موجات النازحين، وأيضا أمام أي عودة محتملة لروسيا الاتحادية بشكلها الجديد. الرئيس أردوغان يدرك هذه الحقيقة الجغرافية ويذهب متسلحا إلى أوروبا أو الولايات المتحدة انطلاقا من هذا المفهوم. نعم. في خبر آخر من صحيفة الرأي كتبت صحيفة ميدل إيست آي: حصار الهند لكشمير بعد 100 يوم، العالم صامت وأصم. يوم أمس الثلاثاء يكون قد مضى 100 يوم على بدء الحصار في كشمير، ولم يتغير الكثير على أرض الواقع، ولا يزال عشرات الآلاف من القوات الإضافية التي تم إرسالها في الأيام الأولى من شهر أغسطس في زوايا الشوارع وخارج منازل الناس، وفي السماء تقوم الطائرات بدون طيار بمراقبة واسعة مستوحاة من إسرائيل على مواقع الاحتجاج، مما يساعد القوات المسلحة على تحديد المناورات
الشيوعيين. كشمير تحت قبضة خانقة واحتلال شعبها ومراقبة تحركاتها، تعلق الصحيفة: كان الوفد الأجنبي الوحيد الذي سمح له بالسفر إلى كشمير مجموعة مختارة من البرلمانيين معظمهم من اليمين من الاتحاد الأوروبي. ننتقل إلى الجارديان وهذا العنوان: الاشتراكيون الإسبان الحاكمون يبرمون اتفاقا للائتلاف مع بوديموس، وبيدرو سانشيز يتوصل إلى اتفاق مع حزب مناهض للتقشف في محاولة لتشكيل الحكومة. وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من 48 ساعة من فوز الحزب الاشتراكي بالانتخابات العامة الرابعة لإسبانيا في عدة سنوات، ولكن مرة أخرى كانت أقل من الأغلبية. على الرغم من الاتفاق، توضح الصحيفة، سيظل الحساب صعبا، حيث أن هناك حاجة إلى 176 مقعدا للأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 350 مقعدا. إلى مقال اليوم. مقال اليوم اخترناه من صحيفة ناشونال انترست بعنوان: خذ النفط واسحب القوات، ماذا يفعل دونالد ترامب في سوريا؟ يقول فيه دانيال ديبتريس أن مشروع واشنطن في سوريا هو فوضى غير متماسكة. كل هذا يطرح السؤال مرة أخرى: ماذا بحق الجحيم ما زالت القوات الأمريكية تفعله في سوريا؟ ما هي الأهداف التي توجه الاستراتيجية؟ وهل هناك حتى استراتيجية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما المقاييس التي يجب أن يستخدمها الشعب الأمريكي لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية ناجحة أم فاشلة؟ حقيقة أننا لا نعرف الإجابات بأي قدر من اليقين بطريقة أو بأخرى، وهو أمر مقلق للغاية، يقول الكاتب. كانت رسائل إدارة ترامب موجودة في كل مكان، لدرجة أنه غالبا ما يكون الشعور كما لو أن البيت الأبيض يلقي الاسباكيتي على الحائط لمعرفة ما الذي سيلتصق به. وفي الوقت نفسه يصرخ ترامب أمام أنصاره حول استيلاء العمسام على الغنائم. يضيف الكاتب: لنكن واضحين بشأن ما يجري فعلا، إن إعادة نشر الولايات المتحدة في دير الزور ليس له علاقة بتطهير فلول داعش، وأكثر من ذلك لا علاقة له بجعل إعادة الإعمار وإعادة التأهيل في سوريا مطولة وصعبة قدر الإمكان. كل هذا يحدث دون أدنى قدر من الغموض في النقاش الوطني في الكونغرس، ناهيك عن الحصول على إذن من الكونغرس أو عملية جدية متعمقة بين الوكالات أو مؤسسات الدولة. إلى الكاريكاتير. اليوم اخترناه من صحيفة الأنباء بريشة الزميل محمد ثلاب، ولك التعليق. يعني بالنهاية كما هو يعني متوقع، كما هو المعتاد، الناس يعني تبحث عن أي زيادة ممكن أن يعني تساهم في تحسين وضعها المعيشي، والناس دائما تأمل في هذا الموضوع. نحن نأمل معهم كونه يعني، ولكن تعرفين الدولة في مرحلة مراجعة مالية لحد ما، لكن من حق الناس أنها تطالب. نعم. إذن مشاهدينا، بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قيس الأسطى على تواجده معنا، وأشكركم على المتابعة. في أمان الله.